أهلا وسهلا بسكيل ليرن. كثير من الأحيان نضطر أنه نحسب الوقت بتوقيت مدينة تانية على حسب توقيت المدينة اللي احنا عايشين فيها، وخاصة بهيدا الأيام وقت ممكن يكون في اجتماع معين أو محاضرة معينة أو مؤتمر معين عم يصير أونلاين، وعادة بيكبوا في توقيت المدينة اللي هن فيها، وأنا لازم أعرف في توقيت مدينتي أنه ساعة لازم أدخل على الجلسة. كيف فيني أعرف هذا الموضوع بكل بساطة؟ بكل بساطة أنا بروح على جوجل، وأنا لنقل على سبيل المثال أني أنا بدي أعرف أنه الساعة 10 بنيويورك بتوقيت دبي قديش بتكون، فبس بكتب 10 AM نيويورك in دبي، فبيعطيني جوجل مباشرة الجواب بشكل بسيط انه الساعة 18 مساء بتوقيت دبي. على سبيل المثال اذا انا حبيت اعرف ايضا مثلا انه الخامسة مساء بتوقيت غرينتش في مدينة دمشق، فمجرد اني بحطها على جوجل فبيقول لي انه خمسة مساء بتوقيت غرينتش هي 20 مساء، ثمانية مساء بتوقيت دمشق. ايضا اذا انا مثلا بدي توقيت الباسيفيك بامريكا بدي اعرفه بالقاهره كمثال اخر 12 بي ام بي دي تي ان كايرو، فبيقول لي انه هي الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره. هيك بكل بساطه مجرد انا ما اشوف اي توقيت موجود امامي بدي اعرف في توقيت المدينه اللي انا فيها، فبحط اسم التوقيت والتوقيت الموجود مع المدينه اللي انا فيها وجوجل بيعطيني اياها بشكل مباشر. مع تحياتي لكم، بالتوفيق، إلى اللقاء.